إنك تشتاق لحدا شعور كتير بيوجع. كيف فيك توصف شعور الخربطة اللي جواتك؟ كيف فيك تبرر تصرفاتك العصبية والمزاجية للناس بمجرد إنك اشتقت لهداك الحدا؟ كيف فيك تشطح دموعك؟ كيف فيك تفهم الخربطة اللي بتصير بقلبك وبعقلك؟ كيف فيك تقدر تاخذ نفسك بدون ما تحس إنه الهوى تقيل كتير؟ كيف فينا نخبر الشخص اللي حبيناه بشعور ما عم نقدر نشرحه، ما عم نقدر نفهمه، بشعور عم يقدر هو يبكينا؟